عندك حلم تكوني طبيبة. أي صحيح. زين، ولحد الآن ما حققتي هذا الحلم. نو. ما تفكرين تدرسين تكونين طبيبة؟ قبل سنتين كنت يعني خلص إنه حطيت هاي الفكرة في بالي وقلت إنه عندي الإمكانية إنه أدخل جامعة هسه. قدمت وبس ما قبلوا شهادتي لأنه قديمة. أي. وقلت إنه لا ما عندي مشكلة إنه راح أدخل علمي، وامتحنت سادس فعلاً. ونجحت وجبت معدل كلش زين، اقدر انه ادخل جامعه وان شاء الله يعني ان شاء الله اشوفك. من امتحانات الثانويه العامه كانوا حطيت مدرس للرياضيات الله يذكره بالخير، كان يقول لي وبدك تنجحي من عرف انه انا متزوجه وعندي اولاد. هو اول واحد اتصلت له قلت له استاذ انا نجحت وطلعت معدل زين.